شنو تحضيراتك الراس العام؟ شنو هي باش تشري؟ من انا شنو باش نشري؟ باش ناخذ خبز كاتو. والله باش ناخذ. وكيفاش لقيت الاسعار؟ والله تحب الحق ما شفتش حتى صار، اما نعطي بشوي من كل مره نمد حاجه فهمتني حتى نكملها فهمتني، وهذاك هو ما نجيبش باش نقدر يعني باش نخلص كونتون. قداش فوق فلوس انت؟ كيف؟ قداش فوق فلوس باش تشري؟ 80 دينار. لقيت حاجة هكا كيما تحب عليها أنت؟ والله بصدق كيستيون عائلة فهمتني، أما مش كيما نحب أنا فهمتني. عائلتك قداش فيها من شخص؟ 6 من الناس. ما شاء الله، باش تاخذ لهم خبز جاتو كبيرة شوية. 80 دينار ماهيش كبيرة فهمتني. أنت ديجا ما شاء الله على عينيك فهمتني. شوف هذه 65 فهمتني، بارابور العام ناول فهمتني ما شاء الله فهمتني. شنو الفرق بين اسناء وعم ناول؟ عم ناول كنت نقدر مثال فهمت مفضل فهمت اللي كتب من الله فهمتني، اسناء عم ناول قداش خديتها خبز الجاتو؟ خديتها 120. كنت خبز جاتو ب 320 دينار عم ناول؟ 120. 120 توا ب 80. ب 80 يعني السوم شو قديه معناها فهمتني؟ يعني ميزانيتك تحت برشا. ياسر مش برشا، ياسر ياسر. قضيت قضيت اخرين بخلاف خبز الجاتو؟ حد شيء شيء ما قضيت، جيست خلص كري تعرف صغيرات يقرا وفهمتني ما التونسي ديما في الايامات العاديه يشكي ويبكي ما عندوش فلوس، اما وقت المناسبات كيما تو في راس العام رينا فما اقبال كبير على شراء الجاتو. اي موجود اقبال وكله قدير وقدره فهمتني، مي فهمتني واحد مسكين نبدا معناه ما عادش انا صغيرات وكاري وفهمتني ومسؤوليه كبيره فهمتني، ما يقدرش يعني باش معناه السوم اللي حاجته به والا الخبز اللي قطوه اللي حاجته به معناه باش يزز عائله، ما مشكله هذا فهمتني.